المواليد الجدد في اليونان يواجهون وضعاً تطرح من خلاله أسئلة كثيرة، وتلك المتعلقة بحقوقهم المدنية، بينها الحصول على الجنسية اليونانية. اكتساب الجنسية اليونانية يبدو أكثر صعوبة للذين لم يولدوا في اليونان، ولكن أيضاً للذين وصلوا صغاراً وتابعوا دراستهم بها. لكن هل الجنسية اليونانية حق للذين ولدوا على الأرض اليونانية؟ وفقاً للقانون اليوناني المتعلق بالجنسية اليونانية، فإن الطفل الذي ولد في الأراضي اليونانية لأبوين غير يونانيين بإمكانه الحصول على الجنسية اليونانية بشروط، بينها تسجيله للدراسة ومواصلته لمشواره الدراسي أثناء تقديم طلب الحصول على الجنسية. ومن بين شروط الحصول على الجنسية أيضاً أن يكون أحد الوالدين مقيماً في اليونان لمدة 5 سنوات قبل ولادة الطفل، وإذا ولد الابن قبل أن يتم أحد الوالدين 5 سنوات من الإقامة في اليونان، فإن الحصول على الجنسية قد يكون بعد 10 سنوات. هنا في مخيم ريستون مئات النساء كن حاملات أثناء وصولهن إلى اليونان. تلك هي حالة حنان التي تقول: هذه الحياة صعبة، لقد أتيت إلى هنا لأنني فقط أردت الهروب من الحرب والاستقرار في مكان آمن، فقط لأنني كنت حاملا هربت. لكن الكثير من السوريات يواجهن مستقبلا مجهولا داخل الأراضي اليونانية، لأنهن سيكون أمام ضرورة تسوية الوضع الإداري لأطفالهن الجدد، وكذلك السعي للحصول على حق اللجوء، وهو مسار صعب. بسوريا ما كنا نقدر نجيب. بتمنى أني وقت اللي تكبر أني دراستها تكون كويسة. بس مثل كل أي أم. ما بتمنى اني ما احرمها من شيء.